مشاكل صحية كثيرة يمكن أن يصاب بها الجهاز البولي عند الإنسان، وكل شخص بالحياة معرض لهذه الإصابات، ولكن المهم بالأمر أنه نحن نراجع الطبيب بوقت مبكر نوعا ما قد يسرع ذلك من عملية الاستشفاء ويسهل من عملية العلاج إذا تم الكشف المبكر عن أي إصابة أو أي مرض موجود بالجهاز البولي عند الإنسان. تماما فاطمة، واليوم رح نحكي عن أحد المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الأطفال تحديدا، ونوعا ما عم بتكون شائعة الفترة الأخيرة. نتحدث عن الأسباب وأيضا طرق العلاج لحصوات الكلى عند الأطفال أو الكلى عند الأطفال، والتفاصيل كلها مع الدكتور بسام سعيد رئيس جمعية فرح للطفل المريض بالكلية في سوريا اللي صار معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك ألف عافية. يا هلا بكم، شكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم يعني نحن كثير بنسمع عن حصيات الكلى، خلينا نقول نوعا ما يرتبط هذا المفهوم بالسلوك الخاطئ، خليني أقول لك نمط الحياة الخاطئ اللي ما فيه اهتمام لنوعية الأكل والمشاريب اللي ناخدها لجسمنا، ولكن لطفل خليني أقول لك بعده أهله مسؤولين عن هاي الأمور بحياته، يعني مو هو عم يديرها. هذا الشيء شائع كإصابة عند الأطفال أو ممكن نلاقيه بشكل خلقي نوعا ما؟ نعم. هلا بالحقيقة موضوع الحصيات الكلوية والبولية عند الأطفال هو موضوع ليس بهذا الشيوع كما هو الحال عند كبار السن، بس ولكن موجود طبعا، وخاصة لما بتروحي للعيادات الاختصاصية بهذا الموضوع بيكون في جزء كبير من المراجعين من شتى محافظات القطر جايين بشكوى تكلسات في الكلى أو تشكل حصيات، سواء في كلية أو في كليتين، وأحيانا عدد كبير من الحصيات في كل كلية أو في الجهاز البولي بشكل عام. هلا في فرق كبير طبعا ما بين انه تشكل الحصيات عند الاطفال وتشكل الحصيات عند الكبار. حضرتك انت نوهتي لموضوع السلوك الخاطئ في الغذاء وشرب الماء وبعض الاطعمه، هلا هذا الحكي ينطبق الى حد ما عند الكبار بالسن. عند الاطفال نحن هون عم نحكي عن مجموعه مختلفه من الاسباب، مختلفه كليا. الموضوع غالبا يتعلق بامراض خلقيه على الاغلب تصيب الجهاز البولي والتناسلي او تصيب جهاز الاستقلاب، وبالتالي الطفل بيكون عنده استعداد شو ما أكل وشو ما شرب ليشكل حصيات. تمام. هذا لذلك هون المقاربة مختلفة. هلا لو واحد كبير صار معه بحصة ممكن طبيبه يقول له روح فتت هالبحصة هاي وكثر من شرب السوائل وقلل من الأكل المعين وكذا وانتهى الموضوع عن ذلك. عند الطفل لا، عند الطفل بدنا نعرف شو السبب. بدنا نعرف شو السبب. هلا حتى عند الكبار بدنا نعرف السبب، بس يعني كثير من الأحيان ما بنلاقي سبب معين. أما عند الأطفال فغالبا غالبا غالبا بيكون في اسباب، يعني فيني اقول لك ب 100% من الحالات لازم نلاقي سبب. تمام. السبب نحكي ايضا عن الاسباب دكتور كونها ذكرتها. تمام. الاسباب هي متنوعه. هلا خلينا نبلش نحن بالامراض الاستقلابيه. امراض الاستقلابيه في شيء اسمه الاستقلاب، اللي هو الشيء هذا خارج عن اراده الاهل وخارج عن اراده الطفل، يعني هو التقلب الغذائي عند الانسان يختلف عند بعض الاطفال بسبب وجود عله استقلابيه معينه. هلا في امراض كثيره ممكن نحن من خلال الاستقصاءات المخبريه اللي بنعملها نحن نطلب من الاهل يعمل تجميع بول 24 ساعه، واذا كان طفل صغير لسه ما له مسيطر رضيع احيانا ممكن نشوف حصيات عن طفل عمره شهر. صحيح. بجوز يستغرب البعض هالحكي هذا. طبعا هدول الاطفال بيحتاجوا انه نجمع لهم بول 24 ساعه. اذا كان طفل صغير كثير ممكن نحط له قسطره بوليه ونجمع البول بكيس، زائد هذا البول بينعمل عليه مجموعه من التحاليل المخبريه تتعلق بشكل كبير بالكالسيوم، الاوكسالات، السيستين، في حمض البول، في كثير امور نحن من بعض الاملاح اللي هي ممكن تترسب، وبنعمل تحاليل دمويه وبنعمل تحاليل اخرى بشكل عام عن وظائف الكليه، وبنعمل تحاليل احيانا وراثيه لانه في بعض الامراض ممكن تكون سببها وراثي. وكل هالشيء بيخلونا نعرف مجموعه من الاستقصاءات بتخلينا نعرف نحن شو نوع شو السبب. ونحن لما بتتم المعالجه تتوجه العلاج نحو السبب وليس نحو البحصه بالذات. صحيح. نعالج البحصه. صحيح. يعني اذا بحصه عامله انسداد على سبيل المثال هي بدها تفتيت طبعا، بس لا ينتهي الموضوع عن ذلك لانه اذا نحن بس فتتنا البحصه بيرجع بشكل غيره وغيره وغيره. صحيح. فنحن بدنا نوقي الطفل من تشكل حصيات اخرى. كيف بنوقي؟ من خلال معرفه السبب، فذلك نحن دائما بحاجه هون لاجراء تحاليل واستقصاءات، في بعضها مكلف واحيانا يرسل بعض منا غير متوفر مع الاسف، خاصه التحاليل الوراثيه ترسل لخارج القطر وهذا الشيء مكلف، بس ولكن نحن لحتى نحط ايدنا على الوجع
بحاجة لإجراء كل هالدراسات وبعدين توجيه المعالجة نحو السبب. تمام. طيب دكتور قبل ما ننتقل لموضوع التحاليل اللازمة لشخص أو خليني أقول لك الطفل يلي عنده حصيات، موضوع كيف تظهر الحصية أو خليني أقول لك الإصابة عند الأطفال، نفس الأعراض عند الكبار بنوبات ألم شديدة وبيمسك خاصرته وهالقصص هي، أو لا في طريقة تانية للتشخيص وطريقة تانية للشكوى خلينا نقول؟ تمام، سؤال كثير مهم لأنه موضوع الألم بحصيات الأطفال موضوع كثير نادر لنشوفه نحن. نادراً ما يجي الطفل بكريزة خلينا نقول أو هجمة ألمية أو نوبة ألم شديدة. عادةً الأطفال اللي بيكون في عندهم حصيات بولية بيكون عندهم شكاوى أخرى وليست شكاوى ألم. هلا ممكن أحياناً يصير في إنتان بولي، ممكن الطفل يتعرض لإنتان بولي، حرارة، حرقة بول، أحياناً بيتغير لون البول، ممكن الطفل يبول دم إذا بوله يتحول للون الأحمر. فنحن هون نتوجه من خلال إجراء الإيكو والتحاليل من نشوف إنه في بحصة هون تبدأ الدراسة. هلأ أنا بالنسبة للأسباب اللي ذكرتها حكيت عن أمراض الاستقلابية والوراثية، فاتني أذكر كمان جزء مهم من الأسباب اللي هو التشوهات الخلقية في الكليتين والجهاز البولي. في بعض الأطفال بيخلقوا في عندهم الكليتين طبيعتهم في شيء خلل تشريحي خلقي، ممكن طفل يكون في عنده انسداد تضيق بالحالب، ممكن يكون في عنده مثانية عصبية، ممكن هاي كل الأسباب اللي ممكن تسبب ركودة بولية. الركودة تسبب ترسب الأملاح. لما بيكون مجرى البول حر وسلس بيطلع البول مباشرة، أما لما بيكون في انسداد أو تضيق أو بطء في جريان البول، هذا الجريان البطء بيسبب ركودة والركودة تسبب ترسب وحصول حصيات. برجع بركز أنا على الموضوع إنه هذا الطفل بحاجة لدراسة. صحيح. هلا بالنسبة للأعراض، أعراض متنوعة، ممكن طفل أحياناً يكون عم يشكي من إقياء غير ممكن نوصل لمراحل اقياء مثلا غير واضحة السبب، ممكن الطبيب يطلب ايكو للبطن يتفاجأ بانه بالايكو يكون عم يعمل الايكو لاسباب اخرى، بيتفاجأ بانه الطفل في عنده حصيات والطفل ما كان عم يشكي من موضوع كليتين او فهون. فغالبا يعني نحن ذلك نحن بنشجع كثير لطبيب الاطفال بشكل عام، لانه طبيب الاطفال هو اللي بيحولنا نحن كأنا كاخصائي امراض كلي عند الاطفال. معظم الحالات بتجيني محوله من طبيب اطفال. طبيب الاطفال بيكون عم يستقصي طفل عنده شكوى غير واضحه من اقياء، من فشل نمو، من الى اخره، فبيعمل استقصاءات من ضمنها ايكو البطن، بيتفاجئ بوجود حصيات فبيحولنا الطفل. فلذلك نحن الشكوى عند الاطفال تختلف كليا عن الشكوى عند الكبار. الكبار بيجي بألم خاصره شديد، نوبات مؤلمه باللغه العربيه بنسميها القولنج الكلوي، هجمة ألمية حادة ممكن تخلي المريض صحيح. يعني متألم بشدة وبيحتاج مسكنات قوية. هذا السيناريو اللي بنشوفه عند الكبار نادرا ما نشوفه عند الأطفال. تماما. دكتور اليوم إذا بدنا نحكي عن موضوع الفحوصات أو التحاليل يلي لازم يتم إجراءها أو التي يتم إجراءها على الأطفال تحديدا بما يتعلق بالكلية. تمام. هلا احنا في عدة عناوين رئيسية بتهمنا. أول شيء مستوى الأملاح بالبول بشكل خاص الكالسيوم. نحن بهمنا نتأكد إنه الطفل هل هو في عنده ارتفاع بمستوى الكالسيوم في البول، لأنه ارتفاع مستوى الكالسيوم بالبول نحن كلياتنا كل إنسان طبيعي في عنده كالسيوم بالبول، بس الفرق عن بعض الأطفال إنه بيكون نسبة الكلس عندهم مرتفعة. يعني خلينا نقول إنه بولون كلسي، مثل ما بنقول هي المي مالحة، نقول بولون كلسي نسبة الكلس فيه مرتفعة. هالارتفاع في شوارد الكلس قد يكون مشكله منعزله، يعني الطفل ما عنده مشكله ثانيه سوى انه الكلس عنده عالي، هذا يعالج دوائيا. في نحن عندنا مضرات التيازيدات هيدي بتخفض مستوى الكلس بالبول، يعالج دوائيا. بس ممكن هذا ارتفاع كلس البول ممكن يكون جزء من مشكله مرضيه اخرى تصيب الكليتين، فلذلك هذول الاطفال بحاجه لدراسه. هي فيما يتعلق بالكلس، في ماده مشهوره جدا اسمها الاوكسالات. الاوكسالات هي كمان برضو ارتفاع مستوى الاوكسالات بالبول بسبب ترسبات، وكثير الناس بيقول لك انا والله حللت البحصه اللي عندي طلعت تحليله اوكسالات. هلا الاوكسالات، ارتفاع الاوكسالات عند البول بالبول عند الاطفال هذا مرض علاجه يستمر مدى الحياه. تمام. هي نحن بنسميها بيله الاوكسالات. بيله الاوكسالات مرض، اولا هو يسبب تشكل حصيات متكرر، العلاج تبعه مع الاسف غالي جدا. يعني هلا مؤخرا وكاله الغذاء والدواء الامريكيه اللي بنسميها الاف دي اي عطت تصريح لدواء جديد اسمه اوكسلومو. الأوكسلومو هاد هو عبارة عن دواء يعني قد لا تتخيلي كم الكلفة السنوية للعلاج. لم يصل بعد إلى سوريا، بس هذا دواء جديد يغني عن زرع الكلية وعن زرع الكبد، لأنه هدول الأطفال مشكلتهم بالأصل الكبد. يعني رغم أنه الحصيات الأوكسالات بتتشكل بالكلية، بس ولكن مشكلتهم الحقيقية بالكبد، السبب الرئيسي الكبد. الكبد ما عم يستقلب الأوكسالات، فبتجي بتتجي على الدم بيفرزها الكلية، بتترسب بالكلية بتعمل حصيات. فالعلاج الرئيسي هو ان نحن نمنع الكبد انه ينتج هالاوكسالات.
والا هذا الشيء بيحتاج بني اذا ما توفر هالدواء لايدينا ترسب حصيات الاوكسالات بحصى مع الوقت بيصير في قصور كلوي تماما. حتى لو عملنا زرع كليه بيرجع الكليه الجديده اللي زرعناها بيرجع بشكل فيها حصيات. فلحتى نحن نستأصل الموضوع من اصله سابقا كنا نلجا لزرع كبد وكليه. فتخيل يعني قديش ممكن يكون العلاج معقد. مكلف. زرع كبد وكليه. هلا الدواء الجديد اللي تم اكتشافه مؤخرا اللي هو اسمه الاوكسلومو، هذا اسمه العلمي لومازيران، واسمه التجاري اوكسلومو. هذا الدواء تكلفته السنويه قد لا يتخيل البعض 650,000 دولار. وبالتالي فنحن عم نحكي عن كلفه باهظه جدا جدا جدا، حتى شركات التامين في الدول الغنيه احيانا غير قادره على التكلفة. بس ولكن هذا الدواء يجب ان ياخذه الطفل مدى الحياه ويغنيه عن زرع الكبد وعن زرع الكليه. اذا لم يتوفر هذا الدواء فنحن بدنا نلجا للمعالجات الغير نوعيه، يعني الاقلال من مصادر الاوكسالات، الاكثار من شرب الماء، الاقلال من الملح. هلا الاقلال من مصادر الاوكسالات هي عباره عن حميه ما هي سهله، لانه الطفل او المريض بده يلتزم فيها مدى الحياه. صحيح. يعني وبالتالي فلذلك يصير لايف ستايل له. تمام، بده يغير لايف ستايل. صح. والاهل بدهم يتفهموا الموضوع، بحاجه لجلسه ولازم يعملوا استشاره عن طبيب تغذيه احيانا لحتى يعرفوا شو هي، لانه هذا موضوع بحث بحد ذاته يحتاج لجلسه كامله. تماما. عن التدبير الغذائي. هلا هو التدبير الغذائي هذا بيخفف من المشكله ولا ما بيعالج اصلها هو موجود في الكبد. الكبد هو اللي عم ينتج كميه كبيره من الاملاح الاوكسالات، بس نحن بنحاول بنقلل المصادر الغذائيه. تمام. هلا في اطفال عندهم حصيات اوكسالات بس ما عندهم داء الاوكسالوز. تمام. حتى نحن ما نقلق، يعني نشغل بال المشاهدين اللي بيطلع تحليل حصاته، مو كل واحد تحليل حصاته اوكسالات معناته هو عنده داء الاوكسالوز. هذا التحاليل هي بتأرجينا هالشيء. تمام. الناحيه الغذائيه طبعا اكيد مهمه كثير في تدبير مرضى الحصيات البوليه. نحن بشكل اساسي عموما نحن بننصحهم بانه الاكثار من شرب الماء، وخاصه بفصل الشتاء. ليش فصل الشتاء؟ هلا بالصيف درجه الحراره عاليه والشوب، فبيشعر الانسان بالعطش تلقائيا. اما بالشتاء ممكن يمر النهار كله الواحد ما يشرب كاسه مي. تمام. فنحن بناكد على الاكثار من شرب الماء اولا، لانه كل ما الواحد شرب اكثر كل ما كثرت كميه البول. لما تكثر كميه البول تركيز الاملاح بيخف، وبالتالي بيخف معدل ترسب هذه الاملاح. اثنين، بنقلل شرب نقلل اكل الملح، لازم يكون ملح قليل. هلا نوعيه الغذاء بدنا نتجنب الاغذيه الغنيه بالاوكسالات. الاغذيه الغنيه بالاوكسالات نحن عموما في عندنا بشكل عام اهم الخضار الورقيه الخضراء. الخضار الورقيه الخضراء، هلا الخيار مو ورقي، مو ما مقصود الخيار ورقيه، مثل مثلا سبانخ، مثل الملوخيه، مثل الخس، مثل السلق. هي مليانه اوكسالات. تمام. واذا الواحد اضطر ياكل هيك ولو شيء لازم اكثر من شرب الماء. اثنين، الامور الثانيه الغنيه بالاوكسالات، مثلا في عندنا الشاي، في عندنا مثلا البطاطا، في عندنا بعض الحبوب. لذلك هدول الامور لازم الاهل يكونوا منتبهين للاقلال منها. هلا شو الاغذيه الثانيه؟ هيك اطعمه بالنسبه للدكتور للطفل ياكلها مباشره. تمام. في حال كان بعمر الرضاعه او الى ما هنالك. لا، عمر الرضاعه لا، هون الموضوع اسهل، لانه في حل. الامهات دائما بخافوا موضوع الارضاع الطبيعي، انه انا ممكن تنتقل الماده او يكون الحليب. لا، سواء ارضاع طبيعي او بالحليب الصناعي ما في اي مشكله. من الموضوع الحليب، لانه بدي ارجع بقول لك انا انه نحن احيانا غصب عنا بدنا ناكل اوكسالات. صح. يعني بجوز تتقلل، بس بالنهايه ما فينك تمنع. صحيح. مرور الاوكسالات لجهازك الهضمي. فذلك نحن ننصح هدول الاهالي انه يكثروا من اكل الطعام الغني بالكالسيوم، لانه الكالسيوم الموجود بالطعام وليس الدواء. انا ما عم اقول انه المريض ياخذ حب كالسيوم او شراب كالسيوم، لا، انا عم بحكي عن الكالسيوم الموجود ضمن الطعام، الاغذيه الغنيه بالكالسيوم، لانه الكالسيوم الموجود بالطعام جوات الامعاء يرتبط بالاوكسالات ويطرحها بالبراز ويمنع دخولها للدم. يبطل فعاليتها نوعا ما بالجسم يعني بيخرجها خارج الجسم. مع البراز. تمام. اي بدنا نشوف شو هي الاغذيه الغنيه بالكالسيوم اللي هي بتربط الاوكسالات وبتطلعه. هلا نحن بشكل عام في عندنا الالبان والاجبان بكل اشكالها. هي اثنين، العصير، لذلك نحن بناكد على شرب العصير، وخاصه في بعض انواع العصير المدعم بالكالسيوم. في اغذيه ثانيه مثل الحبوب، هيدي غنيه بالاوكسالات، بس مو كل انواع الحبوب. هلا في عندنا نحن فينا نقول انه الفول غني بالاوكسالات، بقيه الحبوب ليست غنيه بالاوكسالات. فالحبوب هي ايضا طبعا غنيه بالكالسيوم، والكالسيوم يرتبط بالاوكسالات. فذلك هدول الاطفال يعني الحقيقه الحكي الغذائي اللي عم نحكيه، ولسه نحن ما حكينا كل شيء، لسه في كثير تفاصيل. صحيح. هي التفاصيل الاهل بحاجه لجلسه مع طبيب تغذيه. هلا طبيب الكليه الملم بالموضوع ممكن يقوم بالغرض يعني،
بس لانه هذا الحكي اللي عم بحكيه انا فيما يتعلق بالغذاء والشراب والطعام الى اخره اهم من الدواء. اهم من الدواء. صحيح. الدواء ممكن يكون بيلعب دور ببعض الحالات، مثل اذا الطفل في عنده بيليكلسية او ارتفاع مستوى الكالسيوم بول، هون مهم كثير ياخذ دواء اسمه الايزونيازيد، هذا بيقلل نسبه الكلس. فلذلك هو عمل يعني متعدد الجهات. اول شيء نحن بدنا تغذيه، اثنين دواء، ثلاثه استشارات تغذويه او اجراء تحاليل. لذلك علاج الحصيات عند الاطفال مو بس انه تروح له روح فتره البحصه وخلص خلص مع السلامه، لا، موضوع متعدد الاوجه. اكيد. طيب دكتور، بدي انتقل مع حضرتك لموضوع نوعا ما انت ذكرت انه هو ليس مجرد تفتيت للبحصه، ولكن في اجراءات ثانيه ذكرناها. موضوع تفتيت البحصه بحد ذاته، خلينا نقول في شيء جراحي وفي شيء حديث بالليزر عم يصير، عم نشوفه على خليني اقول لك البالغين والكبار، هذا نفس الاجراء ونفس خليني اقول لك الطريقه الجراحيه والعلاجيه تستخدم عند الاطفال ايضا؟ تمام، كلها تستخدم عند الاطفال. بس بدي نوه لنقطة، هو انه مو كل بحصة بدها تفتيت. احيانا، لانه احيانا بيجيكي طفل عنده حصيات بالجهتين. صحيح. وقطر الحصات نص سنتي او 3 ملي او 2 ملي، يعني حصيات صغيرة مثل حبة العدس. هلا هدول حصيات علاجهم غذائي ودوائي وارشادي اكثر ما هو تفتيت، لانه التفتيت لا يجدي بالحصيات الصغيرة. بس بالمقابل اذا لقينا انه الطفل في عنده بحصة 1.5 سنتي او 2 سنتي او حتى سنتي، هي بحصه كبيره ما بتدوب بالدواء، هي بدها تفتيت، خاصه اذا كانت عامله انسداد. اذا عامله انسداد هي اكيد بدها تفتيت اسعافي. هلا غالبا بيستجيبوا للتفتيت، احيانا نضطر اذا كانت بحصه كثير كبيره، اذا بحصه كثير كبيره وساده الحويضه، هي صار بدها عمل جراحي. هلا هون الموضوع يجب اخذ راي طبيب الجراحه. لما بتكون حصيات صغيره احنا ما بناخذ راي طبيب الجراحه، لانه هيدي علاجها دوائي وبالحميه والطعام والشراب الى اخره. اما لما بتكون حصات كبيره فيعود القرار هون لطبيب الجراحه البوليه، هل هو هذه البحصه برايه. طبعا كل حاله بحالتها، ما فينا نحكي كلام، يعني ما فينا نعمم. صحيح. فطبيب الجراحه يعود له الامر باتخاذ القرار المناسب، هل بدها فتح جراحي؟ اذا كانت بحصه 2 سم قاعده بالحويضه هي اكيد بدها فتح واستئصال. اما اذا كانت بحصه تستجيب للتفتيت افضل، لانه التفتيت بتعرفي اجراء غير راض الى حد ما. طبعا في رض، هو ما فينا نقول ما له راض نهائيا، بس مو مثل الجراحه لما نعمل شق جراحي او كذا. هون يعود القرار لطبيب الجراحه. تماما. دكتور، يعني نحن عم نشارف نهايه العام، ودائما النشاطات وايضا التوجه الطبي بجمعيه فرح عم بيكون مواكب للواقع بما يتعلق بالإصابات بالكلى وإلى ما هنالك. خبرنا شوي عن واقع الجمعية مع ختام العام، خبرنا أيضا عن نسبة الإصابات اللي عم تتوجه للجمعية بما يتعلق بالكلى. تمام. هلا أنا بيسعدني أحكي عن الجمعية التي أترأس مجلس إدارتها، جمعية فرح الطفل المريض بالكلية، والتي أنشئت من 10 سنين تحديدا بالعام 2013، وهي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة دمشق. جمعية فرح هي تجمع كل أطباء الكلية عند الأطفال وأطباء الكلية عموما في سوريا، وتهتم بتقديم الرعاية الأمثل لهدول الأطفال وتوجيه والتوعية والتثقيف من خلال عدة أمور، وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ما، والأهم هو عقد المؤتمرات والندوات العلمية. نحن عم نعمل تقريبا كل سنه مؤتمر، ونحن قريبا هلا يعني خلال ايام في عندنا اجتماع لمجلس الاداره لمناقشه عقد مؤتمر خلال الفتره القادمه باذن الله. وستكون يعني محاور المؤتمر موجهه عن الكشف المبكر لامراض الكليه عند الاطفال. الكشف المبكر هذا موضوع كثير مهم. ليش؟ لانه لما بيتاخر الكشف، وهذا مع الاسف احيانا بنشوف هالحالات هي، يقضي على مستقبل الطفل. ليش؟ لأنه الكلية هي عضو نبيل وهام جدا في حياة الإنسان. صحيح. قد لا يشعر به الإنسان. هلا الإنسان بيشعر بالتنفس، بيشعر بالعين، تمام، هي أمور بيشوفها السمع. صحيح. الكلية عضو صامت، عضو مهم جدا للحياة، بس ولكن لا يشعر فيه الإنسان. وبالتالي فنحن وكثير من الأحيان مع الأسف خاصة قصور كلوي عند الأطفال قد يكون مرض صامت، يعني لا يعطي أعراض. يعني الطفل بيكون داخل بقصور كلوي بصير عنده شوية أعراض، ممكن تكون أعراض غير موجهة للكلية، إقياء، فشل نمو، شحوب، قد يعتقد الطبيب أنه ما سبب آخر، قد لا يشك بالكلية. فلذلك نحن بهمنا كثير هو نسلط الضوء على الكشف المبكر، توعية مو بس للمشاهدين وعامة الناس، بل وأيضا للوسط الطبي. صحيح. لأنه مو كل المرضى بيجوا لعندي أنا، في مرضى ممكن يروح عن طبيب عام أو عن طبيب أطفال عام. صح. فنحن بهمنا أنه ننشر الوعي
مشان اجل الكشف المبكر عن هاي الامراض، لانه كل ما كشفناها بشكل مبكر كنا وجهنا العلاج وحمينا الطفل ومستقبل الطفل. اكيد دكتور، يعني كل الشكر لك، وان شاء الله مثل ما بالفتره الماضيه شهدنا اطلاق برنامج وطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند الاطفال، ان شاء الله بالايام المقبله نشهد نفس البرنامج ونفس المشاريع بمجال الكشف المبكر عن امراض الكليه عند الاطفال. شكرا لك لوجودك معنا الدكتور بسام سعيد، اختصاصي بامراض الكلى وايضا رئيس جمعيه فرح للطفل المريض بالكليه في سوريا، نورتنا لليوم وشكرا لوجودك. شكرا لحضرتكم لاستضافتكم. يعطيك الف عافيه دكتور. الله يعافيك. هلا بك.